نعم. إذن إذا وقعت المصالحة ننظر هل هذا الصلح يغير الحرام إلى حلال والحلال حرام؟ كان الصلح محرم وإلا فجر. طيب، الوكالة تقدم معنا في كتاب التوحيد في التوكل أن أقسام التوكل ثلاثة أقسام، منها الوكالة. لا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا صح كذلك أن تقول توكلت على الله ثم على فلان أبدا. تقول وكلت أي فوضت فلان، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة، والوكالة عقد جائز من الطرفين. أنا أوكل الشيخ أن يشتري لي آيفون، أعطيه كم؟ 400 يورو، يشتري لي جهاز آيفون، ذهب ثم رجع لي وقال ما أريد أن أشتري لك، خذ 400. يصح؟ صح، عقد جائز وصح له الرجوع. أو أنا أتي أقول يا شيخ جزاك الله خير، هات 400، ما أريد أن تشتري لي، يصح ولا أشكر، جائز بين الطرفين، مفهوم؟ سؤال ثاني، أخذ 400 وذهب إلى المكان واشترى الآيفون 350، وجاءني قال تفضل هذا الجهاز، السلام عليكم ومشي. فقال له هذا يا أخي لماذا أخذت 50؟ قال سبحان الله، فلان البائع هو أنزل هذا السعر وخفض، كان التخفيض من أجلي لا من أجل فلان، هو يبيع للكل 400. نقول أنت وكيل مؤتمن أم لا؟ نعم. فليس لك التصرف في شيء، ترجع له المبلغ كامل، يعني يعطيني الجهاز مع 50، لأن هذا لو كان هو البائع له التصرف في البيع وكذا، لكن هو الآن وكيل ليس له التصرف في أكثر ما أذنت له فيه. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينار واحد، خرج هذا الصحابي واشترى الأضحية، وهو راجع في الطريق لقي إنسان واشترى منه الأضحية بكم؟ بدينارين. باع الأضحية واشترى أضحية ثانية بدينار، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية ودينار، هذا صحيح. لكن هناك تصرف في الطريق بماذا؟ بأنه باع واشترى، هذا تصرف لكن لمصلحة من؟ مصلحة الموكل. طيب، الأصل لو صنع معك إنسان مثل هذا ماذا تصنع؟ تأخذ الأضحية وتعطيه المال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأضحية وأخذ المال ودعا لهذا بالبركة، وهذا الذي، لأنه لو أخذ المال كان المال انتهى، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا له بالبركة. فكان هذا لو باع، قالوا لو باع ترابا لربح فيه، مفهوم؟ طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم على الحج، من يقوم على الجهاد، نعم، وكل من يقيم الحدود، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت قال فارجمها، نعم. طيب، لكن هناك أشياء لا يصح الوكالة فيها، يصح أن توكل فلان من الناس أن يصلي عنك، يتطهر عنك، نعم، يصوم عنك،
يحج عنك أوقف. حج بدل يصح ولا يصح؟ يصح. إذن يصلي عنك؟ لا. يصوم عنك؟ لا. يتطهر عنك؟ لا. يستغفر عنك؟ لا. وأتك بعض الناس يقول ادعوا لي. يا أخي الدعاء عباد، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. نعم، الحج عن الغير يصح بالشروط التي ذكرها الفقهاء، مفهوم؟ يصح. نعم، قال لبيك عن شبرمة، يصح؟ يصح. طيب أنا أعطيك مال حتى تتصدق بي على الفقراء، يصح؟ صدقة. نعم يصح. طيب اجلس، أوكل فلان، لا هذا ما يصلح هذا المثال، لا. فلان من الناس، فلان من الناس في المغرب يوكل الشيخ زهير حفظه الله أن يطلق فلانا من الناس، يصح؟ يصح. أو يكون هو يقوم مقام الزوج، الزوج هناك في المغرب وهذا هنا يكون وكيل عن الزوج، يصح في عقد النكاح؟ يصح. نعم. طيب ذكرنا أنه لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له، سواء كان بالنطق أو بالعرف، قلنا على ما تعرف عليه الناس كذلك. طيب الوكيل أمين من الأمناء، ما معنى قول الفقهاء أن فلان من الناس أمين؟ معنى هذا الكلام أنه إذا لم يتعد أو يفرق فلا ضمان عليه. مرة أخرى، إذا قال الفقهاء الوكيل أمين وفلان من الناس أمين عندهم، ما معنى الأمين؟ الأمين عندهم هو الذي لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط، وعليه الضمان إذا تعد أو فرط. مرة أخرى، الأمين هو الذي لا يضمن بشرط أنه لم يتعد أو يفرط، وإذا تعد أو فرط فهو ضامن بكل حال. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ما الفرق؟ إذا ذكر الفقهاء شيء يعني في الغالب أنه لا بد يكون هناك فرق بين التعدي والتفريط. تعدي وتفريط، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. هذا الوكيل أعطيت له 400 يورو يشتري لي جهاز آيفون، أخذ 400 أمين هو الآن، وضعها في جيبه الداخلي، مفهوم؟ في مكان تحفظ فيه الأموال في الغالب، وهو في الطريق وصل إلى المكان، إلى الدكان الذي يبيع الجوالات، بحث ما وجد شيء، تعدى فرط؟ لا، فهو أمين لا ضمان عليه. جاء وقال والله سرقت، هذا لم يتعدى ولم يفرط. طيب أخذ من 400 يورو وذهب إلى مكان الوضوء، وضع المال عند الباب، ودخل الأخ يتوضأ، خرج لم يجدها، يضمن ولا بد؟ لماذا؟ تعدى أو فرط؟ ننظر. التعدي قلنا فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يجب عليها أن يحفظ المال، وهو لم يحفظ المال، يضمن؟ يضمن بكل حال من الأحوال. قال وضعتها في المسجد وأنا أعرف أن الناس إذا دخل المسجد تركوا الدنيا وكذا. نقول لا،
هذا لا يعرف هذا الكلام إلا عندك، مفهوم؟ طيب الآن وضعت هذا الجهاز عند فلان أمانة، الأصل هو أمين الآن، صح؟ نعم. أخذ الجهاز وأخذ يدق به شيء على الجدار، هذا فعل ما لا يجوز، انكسر الجهاز. قال قدر الله ما شاء فعل. نقول نعم هذا كلام صحيح، قدر الله ما شاء فعل، لكن تضمن تصلح الجوال، مفهوم؟ وانت تعرف بعض الناس هدانا الله إياه في الجمعيات تكلف بأمر، تقول اليوم يا شيخ أنت إمام لصلاة الظهر، قال طيب أصلي إن شاء الله. ذهب الشيخ وهذا لم يأتي، وتقدم من لا يحسن الصلاة وحصل سهو في الصلاة وإشكال في المسجد، فالشيخ اتصل على هذا قال لماذا تفعل؟ قال سبحان الله أنا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. شوف الحجة. فهذا يقول لا والله أنت مسيء، لأنك قبلت الوكالة فالأصل أن تقوم بهذا. نعم عقد جائز، كان الأصل إذا كان لديك شيء أن تعتذر، وهذا اللي يصنع بعض الناس اليوم. قبل أن أتي الدورة أكلف فلان بالترجمة، تترجم لي؟ قال نعم. تحضر؟ قال نعم. جئنا للدورة تصل على فلان ما يرد، تبحث عنه قال موجود. بعد الدورة بأيام يقول أبلغ فلان أني ما استطعت أن أحضر. يا أخي كيف؟ قال يا أخي أنا محسن، ما على المحسنين من سبيل. أنت مسيء، صحيح يا شيخ. إذن أمين لا تتعدى ولا تفرط، تعذر. تتعدى أو تفرط فأنت مسيء. ولو كنا والله على هذا كل واحد منا عرف هذا لاستقامت الأمور، صح يا أخي؟ إيه نعم. طيب يبقى معنا الشركة. يقول هنا الشيخ رحمه الله يقول الشركات كلها جائزة، اشترك فلان مع آخر أن هذا يدفع المال وهذا يقوم بالعمل. طيب والربح؟ قال اسمع، إذا حصل ربح بيننا 50% 50%، وإذا حصل خسارة قال الخسارة عليك لا علي. يصح؟ لا يصح. إذن يكون فيها لابد اتفاق في الربح والخسارة. إذا قال واحد منهم أنا لي الربح والخسارة ليست علي، يصح؟ لا يصح. طيب وذكر يعني أمثلة على الشركات وقال كلها جائزة، لكن تكون حرام إذا يدخلها الظلم، مثل ما قلنا هذا ظلم مثلا. والغرر قال كم الربح؟ كم الربح؟ كم لك في المئة أو كم لي؟ قال أنا إن شاء الله أنظر بعد هذا كم أعطيك من الربح، ما يصلح. إذن لابد أن يتفق الشركاء على الربح وعلى الخسارة. وأنت تعرف البعض يقول اسمع أنا أخذ إكمال والخسارة علي، أعطيني المال فقط، ما يصح هذا، لأن هذا يدخل فيه ظلم. نعم. طيب أو قال اسمع ربح النهار لك وربح الليل لي، يصح؟ لا يصح، أنه قد يربح في النهار أكثر مما يربح في الليل. أو قال اسمع ربح السيارة البورش لك وربح
السيارة البيجو لي ما يصح. يقول يكون الربح في الكل. أو قال هذه السفرة إلى ألمانيا ربحها لي، والسفرة الثانية إلى جنيف ربحها لك، يصح؟ أيضا لا يصح. طيب الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا فيه. صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.